نعيد ونذكر حضراتكم بهذه المشاهد التي تظهر وصول طائرة رئيس وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى مصر، والتي وصلت إلى مدينة العلمين الجديدة في إطار زيارته لمنطقة الشرق الأوسط. وكان قبل توجهه إلى مصر في إسرائيل استعرض وناقش عدد من القضايا الخاصة بملف الهدنة ووقف هذه الحرب الدائرة بقطاع غزة. قابل بلينكين رئيس الإسرائيلي وأيضا نتنياهو خلال زيارته، واتجه الآن إلى مصر ووصلت طائرته إلى مدينة العلمين الجديدة. وهذه زيارة بلينكين هي الزيارة التاسعة التي يزور فيها منطقة الشرق الأوسط منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في أكتوبر الماضي. نتابع مع حضراتكم الآن على الهواء مباشرة هذه اللقطات الحية من وصول طائرة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى مصر. وهذه هي اللقطات تظهر نزول وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين من على سلم الطائرة إلى مصر في إطار جولته بمنطقة الشرق الأوسط، والتي بدأها بزيارة إسرائيل والتقى فيها بالرئيس الإسرائيلي في إطار محادثات. وها هو الآن يصل مصر لاستكمال هذه المحادثات بشأن وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في قطاع غزة.